السلام عليكم. النهاردة ظهرت تسريبات عن موبايل جديد من شركة أوبو، وهو موبايل قوي جدا بمواصفات جبارة قصاد السعر اللي ينزل بيه. النهاردة معنا تسريبات عن موبايل أوبو رينو إس. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة تيك نيوز. لو حابب تعرف مواصفات وإمكانيات الموبايل كامل الفيديو، بس قبل ما تبدأ ما تنساش تدعمني بلايك سبسكرايب للقناة. لو عندك أي سؤال اكتبه في كومنت وأنا هرد عليك. يلا بينا نبدأ. اول حاجة نبدأ بيها هي هيكل الموبايل. الموبايل بيجي بطول 161 مليمتر وعرض 75 مليمتر وسمك 8.7 مليمتر وبوزن 195 جرام. وخامات تصنيع الموبايل بتكون من ازاز، من ورا ومن قدام من ازاز مع اطار من بلاستيك. تاني حاجة الشاشة. الشاشة تيجي من نوع سوبر اموليد بمساحة 6.6 بوصة بدقة 2340 في 1080 بأبعاد 19.5 × 9. والشاشة هنا بتيجي بكثافة بكسلات 404 بكسل لكل بوصة، والبصمة بتيجي تحت الشاشة. ومن حيث نظام التشغيل والأداء، الموبايل هيجي بنظام تشغيل أندرويد 9 مع إمكانية تحديثه لأندرويد 10، وهيجي بمعالج سناب دراجون 855 بلس مع معمارية 11 نانومتر ثماني النواة بتردد يصل ل 2.9 جيجا هرتز مع معالج رسومي أدرينو 640. من حيث الرام والذاكرة، الموبايل هيجي ب 256 جيجا مع 12 جيجا رام مع إمكانية تركيب بطاقة تخزين خارجية تصل ل 512 جيجا بايت، وبيدعم تركيب شريحتين اتصال مع دعم شبكات الجيل الخامس. ومن حيث كاميرات الموبايل، الموبايل بيجي بأربع كاميرات خلفية. الكاميرا الأولى والأساسية بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8، والكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، وهي كاميرا ألترا وايد مخصوصة للتصوير بزاوية واسعة. والكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، وهي كاميرا لقياس العمق. والكاميرا الرابعة بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل، وبيجي معهم فلاش LED بيدعموا تقنية البانوراما والHDR، ويقدروا يصوروا فيديو بدقة 4K بسرعة تصل ل 30 إطار في الثانية، وبدقة Full HD بسرعة تصل ل 120 إطار في الثانية، وبدقة HD بسرعة تصل 960 إطار في الثانية. والكاميرا الأمامية لسه مش أكيد هتيجي منزلقة ولا لأ، بدقة 32 ميجا بكسل وتقدر تصور فيديو بدقة Full HD بسرعة 30 إطار في الثانية، وتدعم تقنية الـ HDR. وما استغنوش عن مدخل سماعات 3.5. ومن حيث البطارية، البطارية تيجي بسعة 4300 ملي أمبير من نوع الليثيوم غير قابلة للإزالة مع تقنية الشحن السريع سوبر فوكت بقوة 60 واط. والألوان اللي هينزل بيها الموبايل هينزل باللون الأحمر واللون الرمادي. وأخيرا السعر، هينزل بسعر 612 دولار أمريكي، يعني حوالي 10,000 جنيه مصري و2300 ريال سعودي. كده أنا خلصت الفيديو. ما تنساش تدعمني بلايك سبسكرايب للقناة، ولو عندك أي سؤال اكتبه في كومنت وأنا هرد عليك. والسلام عليكم.